أنا دا أتكلم في مسألة بسيطة هي في الدين وبتخصني أنا ذات، لكن أصلا في الدين يعني مش حقتي أنا. فالمسألة قصة لحيتي دي، في ناس واحدين شباب قالوا الطيب ده شاخ طيب ده شاب من لحيته وكذا. أنا داير أبين ذا دا من شنو، من باب الشوفة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في المعتكف أتته السيدة صفية رضي الله تعالى عنها كما ثبت في الصحيح، وحاول يرجع بيته، فالصحابة قاموا فاتوا وراه. فرسول قال لهم إنها صفية، قال لهم شنو؟ إنها صفية. قالوا له على، قال لهم على رسلكم إنها صفية. قالوا له هل يظن يا رسول الله بك؟ هل نظن بك أنت الشيء الكعب؟ قال له إن الشيطان يجري في الإنسان شنو؟ مجرى الدم، أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا من باب الحتة دي حبيت شنو؟ أقول للناس يعني الكلام ده أتحدد، وأنا براي بعمل كده بتجي في إيدي دي واحدة. الحاجة الثانية قول أنا حلقت عديقة دي، أنت بتتابعني لا؟ لكن أنا أقول لك لأنه في واحد صفوجي قصير كده قبل أيام بعين لي، كيف أضحوي هو بعين لي تعيد كيف؟ بعينين شنو هذول؟ قول انا حلقت عديل الحي لا تؤمن عليه شنو؟ الفتنه. عشان كده انت ما ممكن تتبعني انا، لانه ممكن اذيق، مع انه ذلك انا برا لو شلت منها حته انت عارف حرام عليك، لكن مع ذلك انا ما شلتها. لكن قلت لك لو فرضنا حلقت عديل انت بحاسب منه بحاسب رب العالمين، لكن من باب الباب ده عشان ما تظن ايه الظن الكعب، لانه في ناس ظنون شنو؟ سيئه زي الصفوج ده عايل لك كده. طيب قالوا، قلت له قالوا شنو قالوا؟ قالوا نحن قالوا واحدين قالوا لي انت لانه بتتكلم في الزوجيه وانصار السنه عشان كده ربنا حتى عليك بالله؟ ده ما كلام بتاع صوفي عز يقول لك بيحصل لك وبقول لهم. واحدين قالوا انت راكب الموتر بيجيك عربيه، قول جاني عربيه دستني حته حته شنو يعني؟ في النهايه رد الموزد عثمان رضي الله تعالى عنه مات مقتول، كان كعب. عمر رضي الله تعالى عنه كان سبب في وفاته سكين خنجر مسموم، كان كعب. زكريا عليه السلام، خلينا نعرف قدامك ده، زكريا عليه السلام مطبع طبعه عديد دي اللي كانوا كعبين يا صفوجي يا صوفي يا غيره. ففي ناس بيتعاملوا شنو؟ ها عندهم هوس، عندهم هوس. في باب الباب ده انت بعدك تصدق ما تصدق على كيفك. انا ما متابع الدجال بتاعك ده، لانه في ناس تابعوا الدجال يقول لي كده، ولا لا انا ما متابع الدجال. ها؟ لأنه الحي لا تؤمن عليه الفتنة. عشان كده لما هذا الجد الدجال لما نتكلم في الصحابة في ناس لحد الآن معاهم، معناها هذول ماسكين فيه كده من العصبية، ودي ذاتها هذه الحزبية ذات. عشان كده يا عبد الله دائما إخواننا الدعاة في هذه الحلقة وغيرها من الحلقات بيقول لك نحن ذات، ولو طلعنا برا الخط بيجي دول بيردمنا، ولا ما كده؟ بنتردم عادي، لأنه الدين ده، عشان كده الدين ده دين الله. انت ما تعاين لشيخ فلان ولا في فلان يا اخي. الامام مالك وما ادراك ما الامام، الامام مالك قال كل ياخذ من قبل ويرد الا صاحب هذا القبر. الامام مالك يا اخي. فاصلا يا عبد الله دي الحته اللي انا قلت شنو؟ اوضحها للناس، لانه في بعض الشباب واخواننا كويسين نحسبهم كويسين شباب سلفيه وما بدون يتكلم معاك، لكن بعين لك كده لا ما داير لي ده الموضوع، ده الموضوع. فيا عبد الله الآية دار أتكلم فيها ربنا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ربنا قال شنو؟ ويوم يعض الظالم على يديه. الظالم في هذه الآية هو المشرك، وربنا قال ما يعيده، قال على يديه الاثنين. يعض شنو؟ من شدة الحسرة والندم حيث لا ينفع الندم. ده الظالم هنا، ظالم المشرك كان بينادي غير الله. جيت قبل شوية كنت ماشي بيجاي في قلاب بتاع تراب في الشارع البيجاي ده، وقع في حفرة جوا مكتوب فيه يا ولد بدر، ولد بدر ده مالكك؟ الدفار ذاته مكتوب فيه يا ولد بدر، وغرقان لينا والله جد، حتى بنشوف واقف بيجي غرقان لينا. ولد بدر وينه؟ ولد بدر اكل الدودو ذاته، ولد بدر وينه؟ فده الموضوع ده. الحلقه دي بتتكلم في التوحيد، بتتكلم شنو؟ دائما كلامنا بدور حول التوحيد وما ادراك ما التوحيد. عشان كده ربنا قال ويوم يعض الظالم
على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. بتندم وبتحسر من شدة الندم، لكن اليوم ذاك ما ينفع ندم. الأنبياء بيقولوا يا ربي سلم سلم، لا تسمع إلا همسة. دي للأنبياء، ما تسمع كلام أبو قرون. قال يوم الخلوق الكظم أبو قرون بجيش تنظم. كذاب يا أبو قرون، لأنه أرسلهم كان بيقول الأنبياء، ربنا قال الأنبياء بيقول يا ربي سلم. أنبياء على التوحيد وما أدراك مع التوحيد والأعمال الصالحات، مع ذلك يقول يا ربي سلم. معناه اليوم ده يوم صعب، عشان كده إبراهيم الخليل وما أدراك ما الخليل عليه الصلاة والسلام قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم. أفهم يا صوفي، أفهم يا صوفي وغير الصوفي والشيعي والأخ المسلم وكله، كلنا نفهم الكلام ده، لأنه أهل العلم قالوا ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. ما في دول بيأمن البلاء، حتى لو أنت موحد، لو موحد طب ما بتنادي إلا الله، ما تخاف عليه، ها خاف على نفسك من البلاء. إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خاف علي نفسه وعلى أولاده من الشرك. يعقوب عليه السلام عندما حضرته الوفاة قال لأولاده ما تعبدون من بعدي. ده سوداني؟ ده انصار سنة؟ ده أخو مسلم؟ ده صفوي؟ ده نبي عديل؟ ما تعبدون من بعدي، قال لهم بتعبدوا بعد منه. حتى لو جيت السودان قلت لهم ما تعبدون من بعدي يقولوا أبونا دينا. وقبل أيام وأنا أختم ليك كنت بتكلم في مدينة في كافوري، الإمام بتاعه الظاهر أخو مسلم الرصوفي ملخبط فوق حمر وتحت هنا ملخبط، وفي عزبين جيت أتكلم الناس كلهم طبعا الناس مرتاحين الحتة دي، إلا يكون ذو التعبان جاي يقاطع زي زي زي، لكن أصلا الناس مرتاحين كلهم. كلمت في التوحيد وما ذكرت والله لا قلت أبوك الشيخ، ما قلت كلام سيء، آيات أحاديث ما تنادي كده بس، لكن ما ذكرت أي زندول واحد. بجيب المدايع ساي قال واحد قال كده، واحد قال كده، واحد ضمنه. أنا ذاتي خايف عملت شاك، لكن ما قلت له شو الحاصل شنو، قلت اختبر النازل. مع ذلك قام لي الإمام قال لي يا زول اتق الله جانينك. عندما قلت الرسول لما بيشفع لزول مشرك وجبت الحديث في الصحيحين صون قال قال دعوتي اختبعتها لأمتي نائلة إن شاء الله، كل من مات لا يشرك بالله شيئا. قال لي أنت كيف تقول كي واتق الله ونادوا قاموا أربعة، والمهم الناس هذول في ناس شوية كده شباب موحدين ما شاء الله داروا كلام، وخوفت أمام الكبار كده بالموت خافوا شوية، ولا ذات خفت لكن شنو قلت تثبتهم شوية، لأن الناس كلهم انقلبوا عليك، انقلبوا عليك الناس كلهم والله تعبت، لكن ربنا بثبتك. عندما طلعت برا وده الشاهد ركبت في الموتر جاء برا جاني الإمام ده ذات قال لي يا أخي المسجد طبعا فيه ناس مغامات دكاترة مهندسين وطبعا شنو وكلام بتاع الأخوان المسلمين ده، أنت اللي سمع؟ قلت لي والله أنت ربنا بذلك، أنت حافظ كتاب الله أنا ما نبست الناس. واحد قال لي ده دول حافظ كتاب الله وكذاب، قلت له كذابه. بعد شوية قال لي أنت سفيه، قلت له جزاك الله خير. يا جماعة شايفين شوف الإمام قال لي أنت سفيه، قلت له دني ثاني واحد سفيه دني ثاني واحد، وطرج براه قلت له اركب امشي. دورت فترة قلت بعد شوية الناس يمكن زي ما قال لي دروب يجيبوا لي ثلاث تسعات فرفرطة طوال فوت فالناس الموضوع أصلا ما داير الكلام في التوحيد. أنا والله لا ذكرت إثم لا ذكرت حبوبتي ذاتها ما ذكرت، كلام كله في التوحيد بس آيات وأحاديث، ما ذكرت الشيخ. لو ذكرت الشيخ البرعي وكانت دي مشكلة كبيرة. أنا حالي ما ذكرت ذول ولا ذكرت عصام أحمد البشير ولا عبد الحيوزي ولا غيره، ساي كلام مزايات وأحاديث، الناس ما دارين الحق. ربنا قال لقد جيناكم بالحق ولكن أكثركم شنو للحق كارهون كارهون. فأكثر الناس في السودان ما داير دين، فأنا ما داير طير، لكن ختاما لا الآية ما تميتها، لكن إن شاء الله نتمها في يوم تاني إن ربنا أحيانا
ويكرم متنا. نسأل الله أن يتقبل ويجزاكم الله خير، وقدم الشيخ شهاب إن شاء الله.